الثالث وهو ثالثة الأثافي حول أوضاعنا الداخلية سياسياً واقتصادياً ومعيشياً وكل ما يتصل بحياة اللبنانيين في مالهم ورزقهم وتعليمهم والدواء والكهرباء والنظام السياسي والسلطة والدولة وأدوارها واستحقاقاتها كلها عناوين لم يعد جائزاً على الإطلاق لأي طرف سياسي وحزبي في أي خندق كان مقاربتها على النحو القائم. حالياً أبداً يا إخوتي ويا أهلي، لبنان ليس بخير، أبداً ليس بخير، بكل صراحة وشفافية، بكل صراحة وشفافية ووضوح أعود وأذكر بما دعوت إليه في 31 آب 2019 وأكثر من مرة قبلها وبعدها من دعوات إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية. وراجعوا معظم بيانات كتلة التنمية في هذا الإطار. نعم أيها الحضور الكريم، بكل صراحة ووضوح أقول إن لبنان يمر بأسوأ وأخطر مرحلة عرفها في تاريخه، وأن هذه المخاطر والتحديات التي تحيط بلبنان للأسف يتم مقاربتها من قبل البعض بأسوأ وأخطر عقلية عرفتها الحياة السياسية اللبنانية في كل حقباتها، كيداً ونكداً وحقداً ونبشاً للقبور وانفصالاً عن الواقع. بالله عليكم، هل هناك بلد في الكون كله نسبة التغذية فيه من التيار الكهربائي صفر؟ هل هناك بلد في الكون تبدأ فيه أزمة الرغيف أو المحروقات ويعتقل فيه المواطنون لساعات وأيام في طوابير إذلال وتنتهي الأزمة ولا يعرف المواطن كيف بدأت وكيف انتهت؟ هل من أحد في هذه السلطة المختبئة خلف الشعارات ما خلونا أن تجيب على سؤال؟ ما هي المبررات لعدم تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء؟ هل الهيئة الناظمة للكهرباء هذه حرمتنا الغاز من مصر، وحرمتنا الكهرباء من الأردن، وحرمتنا النفط من هون ومن هون ومن هون؟ الهيئة الناظمة للكهرباء شرط من شروط البنك الدولي وشرط من شروط الغرب، ذريعة، لعلها ذريعة، ولكن ليش ما بننفذها؟ القانون صادر من عشرات السنين ما كانت تتنفذ. وأين المرأة؟ صوروا شو هي الحجة إنه لازم يتغير القانون، بدل ما نطبق القانون لا لازم نغيره. بصفي كل قانون إذا صدر بدك تغيره بالأول، لأجل المجلس ولأجل التشريع. هذه الهيئة الناظمة استنزفت أكثر من ثلث مالية الدولة والدين العام. ما حدا بيصدق. والنواب أكثر من ذلك، عشرات 74 قانون مطلعوا من المجلس النيابي ما لهم مراسيم تنفيذية. وأنا متأكد لو نفذت هذه القوانين ما كنا بالوضع اللي احنا فيه العار. هل هذا لبنان مرفأ الحرف والكلمة واللون وأول مدرسة حقوق في التاريخ ومستشفى الشرق وطاقاته المبدعة في شتى أنحاء المعمورة، قطاعاته التعليمية والاستشفائية والدوائية في مهب الريح،
فضلاً عن الجريمة الغير مسبوقة التي ارتكبت بحق أموال وجني أعمار اللبنانيين مقيمين ومغتربين في المصارف، والتي نؤكد من خلالكم أننا لن نقبل بأي تشريع أو قانون أو خطة اقتصادية أو مالية ما لم تكن تتضمن استعادة هذه الحقوق التي هي نعم مقدسة مقدسة مقدسة. أيها السادة، ونحن مع بداية اليوم الأول، بلشنا على الغميء هلأ، ونحن مع بداية اليوم الأول للمهلة الدستورية ابتداء من بكرة الصبح لانتخاب رئيس جمهورية، ومع بدأ نحن مع بداية اليوم الأول للمهلة الدستورية